برحب بحضراتكم مرة تانية وندخل في أخبارنا على طول، وأقول لحضراتكم إن الأهلي استأنف تدريباته الساعة 1 الظهر النهاردة على ملعب التاتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني اللي هتكون يوم الجمعة اللي جاية في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كانت وصلت مطار القاهرة امبارح بالليل يوم السبت بعد أداء طبعا مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة. التدريبات النهاردة شهدت بقى مشاركة كهربا بعد غياب يمكن 32 يوم، وقرر بيتسو موسيماني ان هو يدي اللاعبين راحة من التدريبات بكرة يوم الاثنين ان شاء الله قبل مواجهة سيمبا التنزاني. كمان التونسي علي معلول رجع للقاهرة خلاص وتواجد النهاردة في الجيم بملعب التاتش بالجزيرة علشان يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي علشان يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية. وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طبعا بنادي الأهلي اطمن على حالة اللاعب خلال جلسة معاه بعد ما رجع من بلاده علشان يستكمل تنفيذ البرنامج التأهيلي داخل النادي. معلول يفرق معانا، يعني يعتقد غيابه أثر بشكل أو بآخر على الناحية الشمال عندنا، وعودته إن شاء الله يبقى جاهز في أقرب فترة. كويس قوي قوي انه المواجهات اللي جايه عندنا، احنا عندنا بعد ماتش سيمبا عندنا في ابريل تقريبا في 6 ماتشات، خدوا بال حضراتكم انتوا غالبا الاهلي هيلعب كاس سوبر افريقيا في شهر 5 مع نهضه بركان وتحدد ليها انه يكون قطر، فعشان ترجع تاني يعني تاخد نفسك كده قدامك شهر، الشهر ده عندك 6 مواجهات في الماتشات المحليه، مباراه في كاس مصر وخمسه في الدوري، وخدوا بالكم الخمسه مش سهلين، ويوم 18 عندك ماتش الزمالك، فاعتقد انها عشان كده بقول لكم كويس قوي انه اللي حصل ده الشكل ده، فكره انك انت تعمل مباراه او تعمل شوط في كل الاخطاء الممكنه فتعرف تذاكر وتعرف تتعلم وتعرف تصحح وتعرف تحط خريطه للفتره اللي جايه هتتعامل معاها ازاي. عشان كده بقول الجانب المضيء او الجانب المشرق او نص الكوبايه المليان فيما يتعلق بماتش امبارح. خليني اقول لحضراتكم بمناسبه معلول سريعا كده نشوف مين ان شاء الله يكون جاهز في خلال الفتره اللي جايه. اطمنكم الاول على حمدي، طبعا حمدي كانت اصابته حضراتكم عارفين طبعا مع المنتخب في مباراه جزر القمر، والحقيقه يمكن دكتور احمد ابو عبله كان بيتكلم على انه حمدي ان شاء الله هيتعرض لكشف او فحص ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي يتحدد على اساسه بقيه البرنامج الخاص ببرنامج التاهيل ورجوعه للتدريبات، وخصوصا انه مش يعني واضح انه الجهاز الطبي مجهز له برنامج خاص، يعني مش هيستنى لغايه لما يتم شفائه بشكل كامل من الاصابه، لا هيخش التمرين بشكل تدريجي بدون ما يكون فيه التحامات من اي نوع عشان يقدر اللاعب يرجع بسرعه. كمان محمد محمود في انتظاره طبعا محمد محمود يرجع ويكون جاهز. على فكره محمد محمود من اللعيبه من بدايه انضمامه للاهلي الجماهير كانت حاطه امل كبير جدا عليه، وان شاء الله باذن الله الامل قائم والولد يرجع في احسن صوره. ومحمد محمود ان شاء الله بنتكلم في 3 اسابيع حسب برضه دكتور احمد ابو عبله ما اكد ويكون داخل التمرين، وكمان محمود وحيد ان شاء الله في خلال 3 اسابيع يكون جاهز للمشاركه مع الفريق.